السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أنا محمد أمين مع برنامج اليوم. دلوقتي لو أنا عايز أدي الأرضية دي لون مختلف في اللاندسكيب، باجي هنختار اللاندسكيب وأختار إن مثلا هديله كولر معين، وأبدأ أختار كولر والفرشة بتاعتي زي ما أنا عايز، أكبرها صغيرة زي ما أنا عايز. ومجرد إن أنا بمشي كده على الأرضية بلاقي الأرضية اتحولت للون اللي أنا مختاره، بدأ اللون الرمل يظهر، تمام. وده مش هيأثر على بقية العناصر، يعني لو في أي مباني أو في أي أشجار مش هيأثر عليها. طب أنا دلوقتي لو عايز أخد صورة باجي هنا بقول له عايز أخد بكتشر فوتو، وباجي ممكن أغير اتجاه الكاميرا وأقرب وأصغر زي ما أنا عايز لحد ما احس ان الصورة هي احسن لقطة ممكن اخدها. بعد كده بشوف انا هل انا هبعت ايميل لابعاد معينة او ديسك توب او برينت او بوستر. طبعا بوستر حاجة كبيرة فلازم تبقى الدقة عالية، تبقى مش مهم حجم الصورة بس المهم يكون الدقة عالية جدا. اقول له مثلا ديسك توب فبيقول لي اختار اسم ليها والمكان اللي هتسيف فيها، وخلاص كده يبقى انا سيفت الصورة. زي ما انت شايف البرنامج سهل وبسيط وسهل الواحد يتعامل معاه. دي الصورة، اخوكم عمر سليم.